السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائنا. أعلم لقد تأخرت عليكم بعض الشيء، لكن أعدكم أن أعوضكم في المستقبل بمزيد من الأعمال المميزة التي سأشارككم إياها بإذن الله. أما اليوم فسنقوم معكم بتصميم هذه الأواني الفخارية باستخدام برنامج بلندر، ونرجو أن يحوز هذا المقطع على إعجابكم. والآن ومن دون مزيد كلام لننطلق إلى ورشة العمل.